الطريقة اللي هي تمشي وعمل لها في سنغافورة، في الصين، في أوروبا، في بلدان كثيرة في الخليج، هي متاع الشركة. مثلا شركة مع سنغافورة بديناها في أواخر التسعينات، 20 سنة partnership، شركة 20 سنة. حاجتين: الأولى على سنغافورة حابة تكون يعني تستعمل الاقتصاد المبني على المعرفة. كل النشاطات اللي عملناها في هذاك البرنامج كانت على هذا الشيء. الشيء الثاني هي توجد روحها لزاندسخي اميرجونت، يعني الصناعات والشركات والحاجات اللي مازالت ما خرجت بتكون هي واجده. اوكي، في السعوديه ثاني برنامج اخر تقريبا 9 سنوات على كل التقنيات اللي تابعه للماء والطاقه. برنامج اخر في السعوديه اللي هو الان تابع فيه تقريبا 20 سنه البارتنرشيب، هذه الشركه على التقنيات والالات الاوتوماتيكيه، كله تابع للديتا ارتفيشال انتليجنس، يعني حتى كيف تتعرف على انسان اللي موجود، يعني مثلا يشتغل تعرف كل الصفات نتاعو، هو ما هو القدرات نتاعو، الشركات وين راهي، وين راهي واصله، وين راح تمشي، كل المعلومات هذه عندك شغل تابلو بوخ. اوكي، كل هذه التقنيات اللي نعملوا فيها. فكيف تعمل؟ تعمل بالبارتنرشيب، تعمل بالبارتنرشيبس هذو. بارتنرشيب هذو السنترز اللي انا درت منهم في السعوديه، تو سنترز يعني مركزين كبار، واحد كان فيه يعني اكثر من تقريبا 200 باحث، واحد في قطر، الثاني الاخر في السعوديه. لكن هذا البارتنرشيب راهي عندها فوكس، يعني عندها اتجاه وعندها هدف يعني واضح. اوكي، الجزائر راني نحاول من 87، 87 سمعت راني نحاول، وهذه الشركات في الجزائر فشلت يعني، لكن ان شاء الله اليوم بالحكومه الجديده وان شاء الله بالشركات والطاقات هذه ان شاء الله هنديروا اشياء انشاء اكثر. فهذه هي يعني الطرق اللي استعملتها. الشركات تستعمل هذا الموديل، والدول تستعمل هذا الموديل، هذا النموذج، لانه يمشي كل الدوله. مثلا في سنغافوره الشركه كانت بين الام اي تي والوزارات في سنغافوره، وزاره الصناعه، وزاره التعليم العالي، ان اي ستار اللي هي الهيئه الحكوميه اللي يعني تدعم البحث العلمي، جامعتين ان تي يو وان يو اس، فيها مركز بحث اخر. يعني تشوف كيف تمشي بلاد كلها بهذا البرنامج. هذا هو يعني ذا لارج سكيل partnerships، يعني كيف تطلع يعني بلاد من موقف يعني من مكان إلى مكان آخر. نعم، إذا ما عملنا الشيء هذا نقدر نحاولوا إحنا لبعضنا ونديروا المشاريع هذه صغيرة يعني، وما يعني تكون يأخذ لنا وقت طويل، وكي نوصلوا الناس الآخرين يكونوا راحوا. نعم، واضح. سيد تومي تحدث الآن عن أهمية الشركات تتوجب